اسمي هاني جمال، وانا عملت العمليه مع دكتور محمد في شهر يناير 2019، فعملت تحويل مسار مسار. انا بحب اشكر دكتور محمد يعني شكر كبير جدا بصراحه، راجل يعني دكتور فعلا انسان. طبعا ما عملتش عمليه عشان اخس اصلا، انا عملت العمليه لان انا عندي سكر نوع تاني من وانا عندي 30 سنه. انا دلوقتي عندي 40، يعني انا بقالي 10 سنين تقريبا عندي السكر بدا عندي. طبعا كنت باخد الحبوب اللي هي الاماريلو والجلفازميت والحاجات دي كلها، ومؤخرا في اخر 3 سنين اضطريت ان انا اخد انسولين. حتى الانسولين نفسه وصلت ان انا باخد جرعات كبيره جدا في الانسولين، لدرجه يعني وصلت ل 141 وحده في اليوم من الانسولين، وبرضه السكر ما كانش بينزل. الحمد لله النهارده هو في شهر 5 6، والعمليه كانت في شهر يناير. انا الحمد لله النهارده ما باخدش اي دواء سكر، الحمد لله السكر بقيسه في اي وقت الحمد لله بيبقى 120 100 110 130، صايم او فاطر في كل الاوقات.